مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج منشئة الصحافة، نتناول فيها أبرز العناوين التي طبعتها الصحف المحلية والخليجية والدولية حول قمة العلا ونتائجها. ويسعدنا أن نستضيف المحلل السياسي مساعد حسين المغنم. أهلا بك أستاذ مساعد. حياك الله أستاذة فاطمة، ورحب فيك ورحب في جمهور شاشة تلفزيون دولة الكويت. والآن مشاهدينا لنبدأ من صحافتنا المحلية بعد هذا الفاصل. الصحافة المحلية نستهلها بهذه العناوين من صحيفة الرأي: قمة العلا ترسي المصالحة الخليجية العربية، سمو الأمير اتفاق التضامن إنجاز تاريخي، صاحب السمو حفاظنا على الاتفاق استمرار لحرصنا على تماسك أمتنا. وتحت هذه العناوين كتبت صحيفة الرأي أن قمة العلا التي احتضنتها السعودية نجحت شكلا ومضمونا بإرساء مصالحة خليجية عربية راسخة عنوانها التضامن الدائم، عبر توقيع قادة وممثلي دول مجلس التعاون ومصر على بيان العلا بحضور أمريكي وعربي وإسلامي. وأشارت الرأي إلى إشادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في كلمته خلال القمة بالإنجاز التاريخي بالتوقيع على بيان العلا، مؤكدا أن تسميته باتفاق التضامن إنما يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته، كما أنه يعكس في جانب آخر يقيننا أن حفاظنا عليه يعد استكمالا واستمرارا لحرصنا على تماسك ووحدة أمتنا العربية. واستذكر سموه الدور المخلص والبناء الذي بذله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق. كما أعرب عن بالغ الثناء والتقدير للمملكة وقيادتها الحكيمة على مبادرتها الكريمة بإطلاق اسم قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة تقديرا لمسيرة الراحلين العطرة. صحيفة القبس تناولت إشادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بالإنجاز التاريخي بالتوقيع على بيان العلا، مستذكرا الدور المخلص والبناء الذي بذله في هذا الصدد الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والذي ساهم بشكل كبير في نجاح هذا الاتفاق. وفي صحيفة الأنباء نقرأ اختتام قمة السلطان قابوس والشيخ صباح لقادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية بتوقيع البيان الختامي وبيان العلا في تتويج لوساطة الكويت التي أرسى دعائمها ورعاها وعمل عليها الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وأكمل مسيرتها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد حتى أثمرت نجاحا كبيرا في إتمام المصالحة الخليجية. ننتقل إلى صحيفة السياسة التي قالت أنه في قمة قابوس وصباح غاب أمير الإنسانية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد جسدا، وحضر بروحه وبدأبه الشديد على لم الشمل وإعلاء قيم الإخاء. غاب عميد الدبلوماسية العربية والخليجية وحضر بمبادراته البناءة ومساعيه الحثيثة لرأب الصدع وإصلاح ذات البين. حضر حلمه الذي سعى لأجله تحقيق سنوات دون كلل أو ملل. وأضافت السياسة أنه في قمة العلا جاءت العزائم على قدر أهل العزم، ونجحت الكويت بمساعي سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد في جمع الأشقاء وإعادة اللحمة بينهم. ووصفت السياسة بعناق حار وبعبارات يلا حية نورت المملكة. استقبل سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني إذانا بانطلاق القمة الخليجية 41. صحيفة الوسط عنوانت خليجنا واحد، قمة العلا تنهي قطيعة 3 سنوات بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر. الأمير: نثمن للمملكة إطلاق اسم السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة. بن سلمان: جهود مقدرة للأمير الراحل ولسمو الشيخ نواف لرأب الصدع. بن راشد: نتائج إيجابية وموحدة للصف ومرسخة للأخوة.
مصر خطوة مهمة يجب البناء عليها لتعزيز مسيرة العمل العربي. عناوين في نفس السياق بصحيفة الجريدة: بيان العلا، تعزيز التكامل العسكري بين دول التعاون وعدم المساس بسيادة أي دولة، تعزيز دور المجلس من خلال تنسيق المواقف السياسية، عدم استهداف الوحدة الوطنية للدول الموقعة، التنسيق والتعاون في مكافحة كورونا. صحيفة النهار أشارت إلى هذا العنوان: سمو الأمير يبعث برسائل تهنئة إلى قادة دول مجلس التعاون والرئيس المصري. وفي تفاصيل الخبر كتبت أن سموه أعرب فيها عن خالص تهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يعتبر إنجازا خليجيا وعربيا سيعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه في ظل الظروف الحرجة والمستجدات التي تعيشها المنطقة والعالم، وإذانا باستهلال صفحة مشرقة في العلاقات الأخوية وتعزيز التضامن وكل ما يحقق المصالح العليا لدول مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية الشقيقة. صحيفة الشاهد قالت أنه على مدى 4 سنوات لم تهدأ الدبلوماسية الكويتية بهدف إيجاد حل لخلاف الأشقاء، وفي الأشهر الماضية كان الحزم هو خارطة الطريق لحل هذه الأزمة. فقد وضع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد النقاط على الحروف، فكانت إرادة بفيصل إنهاء واحتواء خلاف الأشقاء، فكان العزم والفيصل هما جناحي الحل الذي أبهج قادة دول مجلس التعاون وشعوبها. الكويت قادت الخليج إلى العلا. تحت هذا العنوان ذكرت صحيفة الصباح أن جهود الكويت التي دشنها أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وواصلها من بعده صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد توجت بالإنجاز التاريخي الذي تحقق أمس بالتوقيع على بيان العلا الذي ينهي نحو 3 سنوات ونصف من الخلاف بين دول شقيقة في مجلس التعاون الخليجي، ويعيد المياه إلى مجاريها باستئناف العلاقات بين كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى. وفي الإطار ذاته طبعت صحيفة الكويتية هذا المنشيت: سمو ولي العهد يبعث برسائل تهنئة إلى قادة دول مجلس التعاون والرئيس المصري. أستاذ مساعد، يعني المصالحة كانت هي العنوان الرئيسي لقمة العلا، كيف وجدت هذه يعني الخطوة والمبادرة التي قام بها جميع دول مجلس التعاون الخليجي؟ أختي فاطمة، يمكن من سنة 2014 بدأت بوادر هذه الأزمة الخليجية، ومن 2014 والكويت تحمل لواء الإصلاح. طيب الله ثراه من كان الساعي لهذا الإصلاح، والذي تنقل بين عواصم دول الخليج بشكل عام لإصلاح ذات البين، وأيضا تنقل بين دول الخليج محاولا رأب الصدع لمجلس ينظر له أبناء هذه المنطقة على أنه لبنات أساسية أو كيان أساسي أو حصن أساسي من حصون منطقة مجلس التعاون الخليجي أو دول مجلس التعاون الخليجي، وأبى إلا أن يصلح، وتوفاه الله إلا أن روحه الطاهرة انتقلت إلى جوار ربها، إلا أن جسده انتقل إلى جوار ربه، ولكن روحه كانت حاضرة ليلة الأمس في العلا. وكلام سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أيضا الذي يعني نعى والده وأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه والإشادة بدوره، لا ما هو إلا دليل على دور هذا الرجل الراحل والذي أعطى رايته لسيدي صاحب السمو أمير البلاد مفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والذي بفضل من الله استطاع أن يقود وأن يحمل هذه الراية وأن يحقق نجاح. يعني هذا النجاح انعكس علينا ككويتيون أولا، وانعكس على المنطقة بشكل عام. هذا النجاح اليوم يحسب إلى دولة الكويت، هذا النجاح يحسب إلى القيادة الكويتية، هذا النجاح يحسب إلى أن الكويت تمارس
سياسة عميقة وسياسة كبيرة جدا قادرة على إدارة ملفات ليس ملف يعني علاقات ثنائية. نحن نتكلم عن ملف أزمة يعني تعددت الدول فيها، بعضها دول خليجية وأخرى دولة عربية. لذلك احنا نتحدث اليوم عن السياسة الكويتية ومن بنى ورسخ أو رسخ أسس السياسة الكويتية. نجد اليوم السياسة الكويتية هي سياسة ثقيلة تستطيع حمل الثقال، تستطيع أن تدير ملفات يعني ملفات إقليمية كبيرة جدا، ولله الحمد استطعنا أن نمر ونحقق إنجاز أنا لا أعتبره إنجاز يعني غير مسبوق، بالعكس يعني كثيرة الإنجازات في السياسة الكويتية لو أردنا سردها لسردناها يعني كاملة، ولكن نحن نتحدث اليوم عن الأزمة الخليجية وعن القمة الخليجية. لذلك الكويت هي من نجحت بلم الشمل ورأب الصدع، حتى في أيام إبان بداية الأزمة اجتمعت عندما أسست دولة الكويت أيضا القمة الخليجية التي أقيمت في الكويت آنذاك، وأتوا كان طبعا برعاية السيد صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، كان الأمير تميم هو ضيف الكويت، وكان كل دولة خليجية أرسلت يعني كل عاهل وكل أمير وكل شيخ أرسل من ينوب في تلك القمة. وهنا أيضا هو اختراق أيضا الوساطة الكويتية في عملية جمع الفرقاء. هذه كلها نجاحات تمت خلال الأزمة، هذه كلها نجاحات يعني كل الأصابع تشير اليوم إلى دولة الكويت أنها هي من تقف خلف هذا النجاح. اليوم هذا النجاح يعني نبارك فيه لأنفسنا ونهنئ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد بن جابر الصباح ولي عهد الشيخ مشعل على هذا النجاح الباهر. نعم، ونحن نتمنى أن يظل بالفعل خليجنا واحد وأن تكون الدول الخليجية على الدوام متصالحة ومتماسكة. أستاذ مساعد، الدبلوماسية والجهود الكويتية كما حضرتك يعني ذكرت كان لها دور بارز في هذه المصالحة، كيف وجدت يعني ردود فعل الشعوب الخليجية والعربية من هذه المصالحة، خاصة ما شاهدناه طبعا من فيديوهات في بعض يعني وسائل التواصل الاجتماعي إن كانت يعني ردود فعل يعني جميلة، فأنت كيف وجدت هذه ردود الأفعال؟ يعني احنا نتحدث اليوم يعني بالنسبة للمشاعر الخليجية هي مشاعر واحدة. نعم. مشاعر مواطنين مجلس التعاون الخليجي كلنا نهنئ بعضنا ليلة أمس يعني على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك أيضا كنا نترحم على من كان الساعي بهذه المبادرة والإصلاح الذي سعى في ذلك. أيضا ردود أفعال عربية خاصة أن الجميع كان يتمنى حل هذا الخلاف، الجميع لم يتوقع أمانة هذا الخلاف، ولكن طالما أنه حدث وحل بفضل من الله إذن نحن سنفرح أكيد كشعوب للمنطقة، ونتمنى أن يكون هناك بالفعل يعني حل لجميع الملفات التي كانت سببا في نشوب هذه الأزمة، وأن تكون هذه يعني الحلول حلول مرضية للجميع وحلول جذرية للجميع لكي لا تعيش الشعوب حالة المد والجزر فيما يخص العلاقات السياسية والدبلوماسية بين دول المنطقة. نعم، كذلك يعني أستاذ مساعد يعني هناك نقاط كثيرة طبعا في بيان الختامي للقمة، ما أبرز النقاط التي أثارت انتباهك كصحفي وكناشط سياسي؟ يعني بمعنى أصح الموجود اليوم في المنطقة أو ما تناوله البيان الختامي كان متناول لعدة أطر أمانة، أطر سياسية وأطر اقتصادية وأطر اجتماعية. نذكر أبرز النقاط التي جاءت في البيان الختامي وهي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، تنمية القدرات التقنية، أيضا تعزيز أدوات الحوكمة والشفافية، التكامل العسكري، وأيضا هناك إنشاء مركز أو تفعيل مركز خليجي للأمراض الوقائية. كل هذا يصب يعني في صالح أبناء هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة وأمان هذه المنطقة. نعم، نسأل الله الأمان والاستقرار لشعوبنا الخليجية والعربية والعالم أجمع كذلك. أستاذ مساعد، أيضا قمة العلا يعني سميت باسم السلطان قابوس والشيخ صباح رحمة الله عليهما، ما دلالات تسمية قمة العلا بأسماء هاتين الشخصيتين؟ أولا نسأل الله أن يرحمهم ويتغمد روحهم الجنة إن شاء الله. بالنسبة طبعا لدورهم كان لهم دور بارز، ونشكر أيضا القيادة السعودية وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على تسمية هذه القمة
بهذين الرمزين الذين من البداية سعوا ويعني أولا لرأب الصدع الأزمة الخليجية من جهة، وأيضا يعني لهم إنجازات. يعني بالنسبة للسلطان قابوس أسس رحمه الله أسس مجلس التعاون الخليجي أيضا كان في عهده، وأيضا سمو الأمير الشيخ صباح كان وزير للخارجية آنذاك. فكل هذه الرموز يعني لها تاريخ في المجلس، لها لبنات، لها يعني تشريعات يمكن هم اللي صاغوها. بشكل عام هم من كانت لهم بصمات في هذا المجلس، والتسمية جاءت هو تكريم وتخليدا لاسميهما رحمهم الله واسكنهم فسيح جناته، وايضا بالعلا يعني على اسم صباح وبالعلا على اسم السلطان قابوس رحمهم الله، وعلى وعلت ايضا اسم بالعلا ايضا علت دوله الكويت شامخه كما عهدناها وكما نثق بقيادتها، وحفظ الله اميرنا وولي عهده الامين، وادام الله يعني مجلس التعاون الخليجي لشعوب المنطقه، وحفظ الله قيادات هذا المجلس الى ما فيه الخير واليمن والبركه ان شاء الله. امين، ونتمنى بالفعل ان يكون هذا الكيان متواجدا على الدوام في الصحيفه السياسيه. ننتقل الى منشأة الصحف العربيه والعالميه بعد هذا الفاصل. الصحافة الخليجية اهتمت بقمة السلطان قابوس والشيخ صباح، ونبدأ من الصحافة السعودية بهذا العنوان من صحيفة الجريد الجزيرة. قمة لم الشمل، وحدة دول مجلس التعاون أكبر من أي خلافات. وتحت هذا العنوان ذكرت الجزيرة أن إعلان سمو ولي العهد عن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإطلاق اسم الراحلان السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد على قمة العلا يعد تقديرا من المملكة العربية السعودية للجهود الكبيرة والأدوار البارزة للراحلين في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأشارت الجزيرة إلى أن إشادة الأمير محمد بن سلمان بجهود رأب الصدع التي بذلتها دولة الكويت ومساعيها الحميدة في إعادة الوئام للبيت الخليجي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية عكست تقدير المملكة الكبير وتعاونها الكامل منذ اليوم الأول، وحرصها على تدعيم المنظومة الخليجية وتحصين دولها وإزالة كل ما من شأنه تعكير صفاء الإجماع الخليجي. وأضافت إلى أن دعوة سمو ولي العهد الدول الخليجية للنهوض بالتعاون فيما بينها لمواجهة مشاريع التخريب في المنطقة وفي مقدمتها المشروع النووي الإيراني، شددت على أهمية استشعار المملكة لأهمية توحيد الجهود كسبيل لتجاوز كل التحديات التي تعصف بالمنطقة. وفي الصحافة القطرية تناولت صحيفة العرب ترحيب دولة قطر ببيان العلا الذي أعلن على هامش اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 بمحافظة العلا في المملكة العربية السعودية الشقيقة. وأكدت دولة قطر في بيان لها أن هذا اللقاء يأتي في هذه اللحظة الحاسمة امتدادا لمسيرة العمل المشترك في إطاره الخليجي والعربي والإسلامي وتغليبا للمصلحة العليا بما يعزز أواصر الود والتآخي بين الشعوب مرسخا لمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل. أما صحيفة أخبار الخليج البحرينية فقد عنونت بيان العلا عنوان القمة كان طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج. وفي متن الخبر تناولت تأكيد بيان القمة 41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في العلا على مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج. وعنوان آخر في صحيفة الشبيبة العمانية أمير الكويت في القمة الخليجية، إطلاق اسم السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة لمسة وفاء. أستاذ سعد، ترحيب خليجي وعربي ودولي أيضا بنتائج هذه القمة، كيف تابعت ردود الفعل حول المصالحة الخليجية؟ يعني طبعا لدينا اليوم ردود فعل يعني على الصعيد الدولي. على سبيل المثال نذكر الولايات المتحدة رحبت بهذا البيان، أيضا بريطانيا،
دول عديدة رحبت بهذا ما تم التعامل أو ما تم المضي به قدما، خاصة في قمة العلا اليوم. وأيضا هناك كانت ردود أفعال على الساحة أو الصعيد الإقليمي والعربي، الكل رحب مثل ما ذكرنا قبل شوي. يعني بالنهاية الانسجام العلاقة داخل دول مجلس التعاون الخليجي هو انعكاس أيضا للعلاقات الدولية وعلى الساحة السياسية والدبلوماسية بكل تأكيد. نعم، إذا أستاذ مساعد، ما أبعاد وأهمية هذه المصالحة في ظل يعني الظروف الإقليمية والدولية الدقيقة التي تمر بها المنطقة، خاصة أن يعني بيان العلا الختامي ركز على أهمية أن تكون الدول الخليجية يعني متماسكة لدرء أي مثلا أخطار خارجية؟ يعني احد بنود البيان كان التكامل العسكري مثل ما ذكرنا قبل شوي، وهذا يدل على ان المنطقه اليوم يعني والاقليم بشكل عام اقليم ملتهب واقليم ساخن يحتاج الى التكامل على جميع الاصعده، من ضمنها القطاع الامني والقطاع العسكري وايضا القطاع الاقتصادي. ممكن يعني اليوم نحن امام تحديات، وخاصه في ظل كورونا وفيروس كورونا، يحتاج الى تعاون دولي، لا يحتاج الى تعاون يعني داخلي او تعاون على مصعد الدوله، بل هناك تعاونات اقليميه واتفاقيات. ايضا كل هذا ايضا يحصن المجلس اليوم الاصلاح والمصالحه اليوم وما تم العمل فيه في قمه العلا هو تاكيد على التكامل في جميع القطاعات وليس في قطاع معين. والتكامل هذا هو يعني الحد وردع اي اخطار تحيط بالمنطقه بشكل عام، وايضا بدعم الاقليم والتوازن العالمي والسلم العالمي بشكل يعني على نطاق اوسع، ولكن بشكل خاص هو درء لكافه مخاطر التي تحيط بالمنطقه الخليجيه والدول الخليجيه. نعم، نتمنى ان تاتي هذه القمه بالنتائج الايجابيه. اما بالنسبه مشاهدينا للصحف المصريه وكيف علقت على هذا الحدث، مراسلتنا في القاهره امل مسعد تلخص لنا ابرز منشطات الصحف القاهريه ضمن هذا التقرير. صباح الخير على حضراتكم، أهلا بكم في جولة إخبارية استثنائية والتي تعد حديث الساعة في العالم العربي بل العالم أجمع، وهي قمة العلا التي انعقدت في المملكة العربية السعودية. وإليكم استعراض لأهم وأبرز منشطات الصحف المصرية على وجه الخصوص. والبداية من جريدة الأهرام، بعث سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصبا حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة دول الخليج، أعرب فيها عن خالص تهاني بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية خلال انعقاد الدورة 41 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها المملكة العربية السعودية. ونقلت المصري اليوم وصف سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وصف أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصبا حفظه الله ورعاه بيان العلا بالإنجاز التاريخي، مضيفا أن تسمية البيان باتفاق التضامن يدل على حرص القادة على تماسك الأمة العربية، كما أعرب عن تقديره للجهود الأمريكية الداعمة للاتفاق. ورحب سموه بوزير الخارجية المصري سامح شكري مثمن الجهود المصرية لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن المصري اليوم إلى أخبار اليوم التي تقول وزير الخارجية سامح شكري وقع بيان العلا الخاص برأب الصدع بين الدول العربية، وأكد تقدير مصر لكل جهد يبذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية. كما كتبت اليوم السابع عن القمة أيضا،
أكدت اليوم السابع أن القمة اتخذت طابعا استثنائيا على الرغم من أنها قمة اعتيادية. فعشية انطلاقية أعلنت الكويت الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر، ما يعزز إعادة الروح لدول مجلس التعاون الخليجي من جديد. أما مصراوي فتناولت هذا الخبر واستعرضت من خلال هذا المنشط: أنهت قمة العلا التي استضافتها المملكة العربية السعودية 3 سنوات من قطع العلاقات بين الرباعي العربي وقطر، وأكد البيان الختامي على عودة كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر وسط ترحيب عربي لإنهاء الانقسام العربي وتعزيز الأخوة بين الأشقاء العرب. ونذهب إلى الوطن والخبر الأخير الذي يقول: تقول الوطن من خلال حوار مع الكاتب الصحفي جمال الكشكي أن هناك حالة ترقب للشارع العربي لنتائج المصالحة مع قطر، وأن مصر شاركت في قمة العلا انطلاقا من ثوبة مصرية تتمثل في دعم العمل العربي المشترك وتحقيق اللحمة العربية والسمو فوق الخلافات. وبهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية السريعة لهذا اليوم. أشكر حضراتكم لطيب المتابعة، وأعود بكم مرة أخرى إلى زملائي في استوديو منشطة الصحافة. كانت معكم من القاهرة أمل مسعد، تلفزيون دولة الكويت. أما مقال اليوم سيكون من صحيفة الاتحاد الإماراتية لرئيس تحريرها الكاتب حمد الكعبي تحت عنوان من هنا نبدأ، حيث كتب: من هنا نبدأ، هكذا نرى ملخص مقررات القمة الخليجية التي احتضنتها المملكة العربية السعودية الشقيقة أقوى أركان الأمة وصمام أمانها والمدافع القوي عن مصالحها وتحديدا في العلا حيث عبقرية المكان. وقال الكاتب: للتوضيح أكثر نقول كإماراتيين لم تغب عن وجداننا ولو للحظة وشائج القربة الممتدة عبر التاريخ بين شعوب دول مجلس التعاون، فيما بقي خليجنا واحد الشعار الأقرب إلى نفوسنا رغم أزمة قطر، كما أنه لم يغب عن أذهاننا أن قوة إرادة المنظومة الخليجية أكبر من أي معوقات أو صعوبات، خاصة بعدما قطعته من مسافات بعيدة في التضامن والعمل المشترك وتحقيقها الكثير من آمال وطموحات شعوبنا في الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، وهي أمور يصعب هدمها أو المساس بها تحت أي ظرف. غير أن هناك تساؤلات كثيرة كانت تفرض نفسها، أهمها: كيف لهذه المنظومة أن تعمل بكفاءة وفعالية مع وجود أي تصدعات؟ كما لا يخفى أن ثمة أطرافا إقليمية ودولية مستفيدة من بقاء أزمة قطر على حالها في المشهد السياسي الخليجي والعربي. وأضاف الكاتب أنه إزاء كل هذا جاء انحياز دولة الإمارات التي شهدت في العام 1981 انطلاق أول قمة خليجية إلى العقلانية ومنح الفرصة لمراجعة الذات، ومن ثم العمل لبناء الثقة عبر بداية حقيقية قوامها الاحترام المتبادل ومبادئ الأخوة والجيرة والمصالح وما عدا ذلك، فإن الجميع متضرر على نحو أو آخر، الأمر الذي عبر عنه الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقوله: المتغيرات والتحديات المحيطة بنا تتطلب قوة وتماسكا وتعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا. أما كاريكاتير اليوم من صحيفة الراية القطرية بعد هذا الفاصل. أستاذ مساعد، تعليقك على كاريكاتير اليوم من صحيفة الراية القطرية. يعني الكاريكاتير يجيب نفسه أو يحلل نفسه. أولا خلينا نتكلم عن البشتين، بشت البني اللي كان يرتديه الأمير تميم، وأيضا البشت الأسود الذي كان يرتديه ولي العهد السعودي، وبينهما الراحل رحمة الله عليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه، الذي كان ينتظر هذه اللحظة، الذي كان ينتظر أن يجمع المتخاصمين ولن نقول الفرقاء
الذي كان يحاول جاهدا وساعيا لحل الوصول إلى هذه اللحظة، ولله الحمد تكلل هذا النجاح أيضا بفضل ودعم من سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي مثل ما قلنا وعللنا قبل شوي لما قلنا حمل الراية وحقق بإذن الله ما كان بدأ فيه صباح، تحقق بالشيخ سمو الشيخ نواف الأحمد. لذلك احنا يعني كلنا فرحانين أمانة، ونسأل الله مرات أخرى أن يرحم من سعى في هذه المصالحة منذ بدايتها، منذ 2014، منذ بداية أزمة سحب السفراء، ولله الحمد اليوم تحقق هذا النجاح. أمرين لهذه المنطقة وشعوبها وقياداتها كل الخير، ورحم الله صباح وأطال الله بعمر نواف الأحمد صاحب السمو أمير البلاد. اللهم أمين. الغائب الحاضر الشيخ صباح رحمة الله عليه كان غائبا بجسده، ولكن بالفعل كما ذكرت كان حاضرا بروحه وإنجازاته وسعيه الدائم للم الكيان الخليجي. الأستاذ مساعد حسين المغلم المحلل السياسي، شكرا لوجودك معي في هذه الحلقة. حياك الله، شكرا لك. وأيضا شكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم برنامج منشط الصحافة. إلى اللقاء.